مشاهدين ومتابعين قناة GS4 ورحب بكم. الدورة المجانية لتعلم RTS بثلاثة مراحل. وصلنا لآخر درس بالمرحلة الأولى لتصبح أو تصبح مستوى مبتدئ في برامج RTS. الدرس 17 شرح Layout View وهي عرض البيانات لإخراج على شكل خرائط، وهو هدف من أهداف RTS مثل المعالجات الجغرافية Geoprocessing والتحليل والرسم وغيرها من الأهداف. عندنا هاي قاعدة البيانات من بداية الدورة أنشأناها وأسسناها من خلال صورة جوية لقرية أو بلدة من محافظة رمالة البيرة، قرية سردة. بعد ما جهزنا الجيو داتابيس واللايرز الموجودات ورسمنا جميع الطبقات الأشجار والقطع وحدود البلد والحوض والشوارع والمباني، بدنا نعمل خارطة لإخراج الشغل اللي احنا اشتغلناه. عندنا هاي الخارطة راح نعمل زيها، في عندنا العنوان الرئيسي، عندنا الداتا فيو الخاص في القطع في الحوض رقم 3، عندنا هون المصدر صورة جوية تم رسم حدود القطع بناء على الصورة الجوية سنة 2018، عندنا حدود البلد بالنسبة موقعها موقع البلد بالنسبة للبلدات المجاورة، عندنا أيضا خارطة لجميع قرى محافظة رمالة والبيرة والحد لمحافظة رمالة والبيرة. نفتح الأرك ماب، عندنا أرك ماب جديد. احنا طبعا نقدر من خلال هاي الأيقونة نروح على Layout View. قبل ما نبلش في إنشاء الخارطة، في عندنا نماذج موجودة ديفولت في برامج الأرك ماب أو الأرك جي أس بشكل عام. من خلال هاي الأيقونة الموجودة في شريط خاص في اللي أوت، هاي الأداة نقدر نختار نموذج معين ونبني عليه الخارطة. عندنا نماذج أكبر من هيك، احنا راح نبني النموذج خاص فينا، مش راح نستفيد من النماذج الموجودة هنا، لكن الافضل انه الواحد يستفيد من النماذج الموضوعة تلقائيا في البرنامج. مثلا لو اخترنا هذا النموذج هون الداتا فريم نقدر نستفيد منه. نفتح أرك ماب جديد، نعرف نظام الإحداثيات. طبعا عندنا الداتا، هاي الداتا اللي راح نعملها خارطة او اخرج على شكل خارطة. نفتح ارك ماب جديد، عرفنا عليه نظام الاحداثيات، نضيف الطبقات اللي نعملهم خارطة، نقوم بترتيب اللايرز. إن حدود محافظة رمالة البيرة، القرى والتجمعات السكنية الموجودة في المحافظة، بعد عنا حدود القرية، حدود البلد اللي راح نشتغل عليها، هذا الحوض حوض رقم 3 من هاي البلد والقطع، وعنا أيضا طبقة القطع تم تحويلها إلى طبقة من نوع الخط، طبق من نوع البوينت. عندنا هدول النقاط للحدود بين القطع، عندنا ايضا القطع محولات بشكل خط خطوط عشان نستفيد من شغلة مهمة وهي المسافات بين الأضلاع بين حدود القطع.
بهاي الطريقة. خلونا بداية نعمل سمبولوجي ونضيف الليبل على يرز الموجودات حنا. بعد ما جهزنا ترميز وتمثيل الطبقات ووضعنا الليبل المطلوب أحجام معينة، راح نروح على layout view، نعمل right click على هذا الخيار page and print setup، ونختار هذا الشكل الخارطة أو هذا شكل المخرج شكل عرض، نعدل الشكل المناسب للخارطة، نعمل زوم تو لاير، هذا الحدود اللي راح تطلع معنا. بعدها نكتب العنوان من خلال قائمة insert، نختار title، بلدة صردة، عوض رقم 3. طبعا علم الخرائط هو فن، يعني فن وعلم بحد ذاته، وخاصة في الأرك ما في عنا كثير أمور نقدر نستفيدها ونغيرها ونعملها داخل أو عند إخراج الخرائط. ممكن كل شخص عنده ذوق معين أو فن معين في الخرائط. ايضا مهم جدا نكتب مصدر الخارطة، نضيف اتجاه الشمال، ايضا نضيف مقياس الرسم، نقدر نعدل على مقياس الرسم من خلال تضليله وتحديده بروبرتيز، هذا بالنسبة للداتا فريم الأول والرئيسي. أيضا نقدر نضيف شبكة الإحداثيات من خلال رايت كليك، نعمل تحديد على الداتا فريم، رايت كليك وبروبرتيز، نضع الخيار جريدز، نيو جريد، نختار الإحداثيات المترية، نيكست نيكست، بعدها بنعمل بروبرتيز على الجريد اللي أنشأناه، نعمل شوية عمليات تجميل وتزيين، نختار هذا السيمبل وراح أضيف الأرقام الإحداثيات أصفار، فإحنا عشان نتخلص من الأصفار مثلا إحنا تمام من لا يكون في عنا أصفار، عشان نشيل هدول الأصفار نرجع داتا فريم رايت كليك بروبرتيز، نروح على labels على هاي، بعديها بنختار النمبر فورمات نخليه 0،
طبعا هذا شريط أدوات فقط خاص في اللي أوت. جهزنا الداتا فريم الأول، نعمل داتا فريم آخر خلال قائمة insert data frame. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.